السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلاب؟ شلونكم؟ زينين إن شاء الله، يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. طبعا عندنا بالنسبة للمحاضرة الرابعة اللي هي City Generations. City Generations طبعا كتعريف بسيط إلها، هي طبعا عبارة عن It is a set of mechanical components and movements in city scanners to obtain data and information required from the image. طبعا هي مجموعة من المكونات الميكانيكية والحركات الديناميكية بالسيتي سكانرز اللي من خلالها ممكن نحصل على داتا البيانات والانفورميشنز المعلومات اللي required نبني من خلالها الصورة. There are many different type of city generations. طبعا هنالك أنواع مختلفة من city generations، وهذه تشتمل وتتضمن أولا الـ first generations. طبعا الـ first generation أول نجي من ناحية الديزاين، مما يتكون الـ first generations يتكون من ناحية الديزاين على single X-ray source، يعني مصدر أشعة مفرد، and single X-ray detectors، وديتكتر أيضا يكون مفرد أو بالأحرى يكون عدده قليل. من ناحية الديتكتورات، ديتكتر سيل collect all the data for a single slice، يعني هو طبعا هذا الديتكتورز أو خلية الديتكتورز هي اللي تشكل لنا كل البيانات اللي من خلالها راح يظهرنا صورة المقطع المفرد واللي راح يكون لنا الصورة. طبعا لأنه الديتكتورز هو عبارة، كمعنى للديتكتورز هو الكاشف، أي الذي يكشف والذي يستقبل الأشعة ومن خلالها تظهر لنا الصورة. طبعا عندنا بالنسبة للسورس، السورس ده يقصد مصدر الأشعة. السورس and detectors rigidly coupled، بالنسبة للسورس والديتكتورز يعني مصدر الأشعة واللي هو ده يقصد به الإكس-ري تيوب وال الديتكتورز اللي هو كاشف الأشعة، طبعا يكون rigidly coupled، يكون طبعا يعني الأول يقابل الثاني، يعني الإكس-ري تيوب يجب أن يقابله ديتكتر حتى يستقبل الأشعة المنبعثة من الإكس-ري تيوب، وطبعا يكون متوازيين، يعني لا يجوز أن يكون الإكس-ري تيوب في جهة والديتكتر يكون في جهة أخرى. وعلى سبيل المثال إحنا ممكن نضرب لكم مثل بسيطة، أنت ده تصور صورة إكس-ري اعتيادية للهاند على سبيل المثال، وضعت الهاند على الاكس راي، وضعت الهاند على الكاسيت. في حالة انت اعطيت اكسبوجر وكان الكاسيت بعيد عن مكان الاكس راي تيوب، يعني الاكس راي تيوب يوجه الاشعة على نقطة والكاسيت موجود بغير مكان، هل من الممكن انه الصورة تطلع؟ طبعا لا. ليش؟ لانه هذا الكاسيت هو عبارة عن ديتكتر يستقبل الاشعة المنبعثة من الاكس راي تيوب، فلذلك بما انه هو بعيد عن الاكس راي تيوب اذا ما راح يستقبل الاشعة فما راح تظهر الصورة. نفس الفكرة هي موجودة بالسيتي سكان، الاكس راي تيوب emit radiation يبعث الاشعة، فاكو ديتكترات تقابل الاكس راي تيوب تستقبل الاشعة وتطلع لنا من خلالها السلايسز يعني وتكون لنا الصورة. هاي بالنسبة للنقطة الثالثة. بالنسبة للنقطة الرابعة البيم، الحزمة طبعا تكون مالتها نارو بنسل بيم، تكون نارو بنسل بيم يعني حزمة الأشعة تكون بشكل قلم رفيع وضيق، فلذلك يعرف بالنارو بنسل بيم. زين، من ناحية التايم الوقت، طبعا التايم يكون لونج تايم لأن الفيرست جنريشن طراز قديم، فيكون لونج تايم لانه بما انه هو سنجل اكس راي سورس، سنجل اكس راي سورس وسنجل ديتكتر، راح يكون التايم الوقت مالته لونج تايم طويل، تقريبا 5 دقائق، وهذا طبعا يعتبر وقت طويل بالنسبه لانظمه والسيستم السيتي ماشين بالمقارنه مع الجينيريشنز اللي راح نشوفها بالمحاضره او بالسلايدات القادمه. بالنسبة للإيماج ريزوليوشن، دقة الصورة طبعا تكون very poor يعني ضعيفة جدا، يعني بالمصطلح العام نقدر نقول الصورة تعبانة كلش، ومثل ما تشوفون بالصورة اللي أمامكم الصورة كلش ضعيفة، يعني دا تشوفون انه حتى يعني من الصعب تشخيص الحالة لكون الصورة ريزوليوشن ما تكون كلش ضعيف.
هذا عندنا بالنسبة للفيرست جينيريشن. نجي إلى السكند جينيريشن. السكند جينيريشن طبعا ما يميز السكند جينيريشن إن من ناحية الديزاين يكون مالتيبال ديتكتورز، يعني متعدد الديتكتورز. هاي أول نقطة مختلفة مقارنة مع الفيرست جينيريشن. ويتكون السكند جينيريشن من 5 إلى 30 ديتكتورز. إذا هذا أول نقطة اختلاف. ثانيا من ناحية الإكس راي سورس، هنا دا يقول لك الإكس راي سورس emits، يبعث الراديشنز over a large angle، على زاوية أكبر، زاوية انبعاث الأشعة تكون أكبر. هناك قلنا البيم كانت يعني pencil beam أو narrow pencil beam، ضيقة وبشكل قلم، مركزة على نقطة محددة. بينما عندنا بالنسبة للإكس راي سورس بالسكند جينيريشن يكون large angle، زاوية انبعاث الأشعة أكبر. هذا ثاني فرق. من ناحية الكفاءة يكون more efficiency than first generation، كفاءة second generation يكون أكثر من ال first generation، يعني بمعنى أنه يكون high resolution image، دقة الصورة ما تكون عالية جدا. من ناحية rotation يكون high rotation of different angles، طبعا الدوران بالنسبة للإكس-ري tube يكون عالي ومن زوايا مختلفة يبعث الأشعة، فتكوننا شنو؟ تكوننا روتيشن عالي ومن زوايا مختلفة، فالدقة مالته طبعا تكون أفضل من دقة الفيرست جينيريشن. من ناحية التايم يكون شورت سكان تايم، وقت المسح مالته يكون قصير بالمقارنة مع الفيرست جينيريشن تقريبا 30 سكند. ومثل ما تشوفون بالصورة اللي قدامكم، الصورة اللي على اليمين الواضحة طبعا هي للسكند جينيريشن، والصورة اللي على اليسار اللي للفيرست جينيريشن. تلاحظون الدقة والفرق الدقة ما بين الصورتين. طبعا احنا من ناحية المقارنة انت لازم تخلي بالك شغلة، لما انا اطلب من عندك تسوي لي كومباريشن، مقارنة بين فيرست جينيريشن والسكند جينيريشن او الجينيريشنز الباقية، سواء كان الثيرد جينيريشن او الفورث جينيريشن، المقارنة راح تكون على ثلاث نقاط أساسية مهمة، اللي هي أولا من ناحية الديزاين، يعني عدد الديتكترات المتوفرة بالجنريشن تقارن لي من هاي الناحية، ومن ناحية التايم يعني وقت المسح وش قد يكون هذا الوقت، وتقارن لي من ناحية الريزوليوشن والكفاءة، يعني هاي ريزوليوشن إماج لو ريزوليوشن إماج، يعني من هاي النقاط. يعني ثلاث نقاط أساسية من ناحية المقارنة ما بين الجينيريشنز. يعني ليس بالضرورة أنه تنطيني كل النقاط اللي موجودة بالجينيريشنز، يعني فرضا السكند جينيريشن خمس نقاط تكتب ليها خمس نقاط بالكامل، أو تكتب لي الفيرست جينيريشن ست نقاط تكتب لي ست نقاط بالكامل. يعني للتسهيل لكم أهم ثلاث نقاط بالنسبة لكم هي أولا عدد الديتكترات، ثانيا الوقت وقت المسح، ثالثا عندنا الكفاءة ودقة الصورة. هذا الشيء اللي مطلوب من عندكم.